هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور من توجه المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. فاس ما بغاش بقى نهضر عليها لحقاش تخلق منا بوليميك يعني من فهاد السيمانه هادي. انا ما ندخلش في الراي ديال الاشخاص. انا كما شرحت وكما قلت في واحد المنابر اعلاميه انا ما كندخلش في الراي ديال الشخص. كل واحد عنده راي ديالو يحترم. انا عندي الراي ديالي. انا الا قلت شي حاجه راه كنعرف راسي اسكندر. انا كنهضر في الكره ما كنهضرش شي حاجه بعيده على الكره. بغيت ما بقيتش بقى نهضر في هذاك الموضوع. صحيح كما قلت يعني لا الزائم راه كتاثر على النفسيه ديال اللاعبين باش تخرج من هاد الهزائم هادو. فكنظن يعني كما قلت لك حنا لاعبين يلاه جاو جداد في الموسم هذا. اشتغلنا عن بزاف ديال الاشياء. يمكن الضغط اللي كاين في القسم الوطني الاول ما كانوش كيلقاو يعني في اقسام اخرى. عندنا توقف ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا. يمكن نحسنوا بزاف ديال الاشياء ونتمنى ان شاء الله هذا الاسبوع هذا يرتاحوا فيه اللاعبين من المباريات الرسميه. ان شاء الله يكون عندنا تركيز كبير يعني في المباراه القادمه ان شاء الله. شكرا. دوامه ديال الهزائم في المباريات الاخيره. ولكن ما نسوش بان راه لعبنا قدام واحد الفريق للتركيبه البشريه ديالو يمكن عنده ثلاثه الفراقي كذلك الامكانيات وداك الشيء. وهذه راه ما غاديش نقارنوا راسنا بالفلوس. هادشي ماشي ما كنهضروش اللعابه ديالنا. يمكن حنا اللعابه ديالنا كاين اللي جاي من قسم الهواش كاين اللي جاي من دوزيام ديفيزيون يعني خصهم واحد الوقت كثير. كانوا كيلعبوا بواحد الفلسفه اخرى. حنا نجيو نلعبوا واحد الفلسفه واحد السيل دو جو اخر يعني كيطلب شويه الوقت. يمكن حتى اللاعبين اللي مشاو اثروا علينا يمكن بغيت كما قلتي دير واحد المستوى دير واحد السيل دو جو اللي في المستوى. خصك تحافظ على الاقل على الركائز ديال الفريق. يمكن الناس ديال السوالم عندهم واحد السياسه اخرى انهم اللاعب اللي كيبان ف كيبغيو يخليونا يمشي يقلب على افاق اخرى. وحنا هاد اللاعبين هادو راه كنخدموا معاهم دائما في لي زونطريمون. على المسائل الايجابيه كنحاولوا نحسنوا منها. المسائل السلبيه كنحاولوا نشتغلوا عليها. ولكن يمكن التاثير ديال الهزائم في المباراه الاخيره رغم ان درنا اجتماعات رغم ان درنا بزاف ديال الاشياء يمكن اليوم حتى الاهداف يمكن جات من سيرتو الهدفين الاول والثاني يمكن جاو من اخطاء اللي كتخطا قدام بحال هاد اللاعبين هادو فغادي تخلص كاش. فكنظن كما قلت لك يعني عندنا واحد التوقف. غادي نحاولوا نشتغلوا بزاف كثير على الاشياء السلبيه لان اليوم كانوا بزاف ديال الاشياء السلبيه اللي دير شي بزاف لي موفي باس بزاف. كنظن مازال قدامنا شغل كبير على بزاف ديال الاشياء. كنتمنى ان شاء الله اننا نحسنوا في هاد